ازاي؟ هقول لك بعد ما الاول ناخد تليفون من سياده السفير نادر سعد متحدثا باسم مجلس الوزراء المصري يقول لنا على ال 25 قرار بتوع النهارده ايه اللي حصل. سياده السفير اهلا بيك يا فندم. مساء الخير استاذ يوسف، اهلا بحضرتك. مساء النور بحضرتك، على حضرتك وعلى الدنيا كلها باذن الله. سياده السفير، المؤتمر الصحفي اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي النهارده بحضور مجموعه وزاريه زائد السيد طارق عامر رئيس البنك المركزي او محافظ البنك المركزي المصري، طبعا الناس كلها عايزه تعرف القرارات، لانه في بعضها او كل القرارات ال 25 قرار تم نشرهم، ده مما لا شك فيه وموجودين وكل حاجه، بس الناس عايزه تفهم بشيء من التبسيط يا فندم. تمام، زي ما حضرتك عارف ان الحكومه، اي حكومه وهي بتواجه اي ازمه بيبقى عندها مجموعه من السيناريوهات، وكل سيناريو بيبقى ليه مجموعه الاجراءات الخاصه بيه. حلو. وده اللي احنا اتعاملنا بيه لو حضرتك تذكر في ظل ازمه الكورونا، كان عندنا لكل سيناريو كلما تقدم بنا الوضع الوبائي او اشتد بنتخذ اجراءات معينه، نعيد التخفيف اذا الوضع اتحسن. نفس الشيء ينطبق على الأزمات الاقتصادية، وقامتها طبعا الأزمتين، لأن هما أزمتين مش أزمة واحدة. احنا كنا بنواجه أزمة التضخم العالمي اللي كان ضارب العالم كله، جاء تأثيره لمصر طبعا، وفي ظل هذه الأزمة واحنا بنحاول أن يعني نقلل تأثير هذه أزمة التضخم العالمي وهذه الارتفاعات في الأسعار على المواطن، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتزيد الأمور صعوبة طبعا. فالنهارده القرارات الحكومه اتخذت مجموعه او حزمه جديده من القرارات تناسب الوضع، الوضع الخاص بايه؟ ان استمرار الازمه الروسيه الاوكرانيه ولا يبدو في الافق يعني مآل معين او مدى قريب، لا توجد حلول وشيكه لو صح التعبير، يعني لا تبدو هناك بالضبط حلول وشيكه، فكان لزاما علينا ان احنا نبتدي نتخذ حزمة جديدة تقلل من أعباء هذه الأزمة على المواطن. كان من ضمن طبعا من أول القرارات اللي تم اتخاذها هو تفكير موعد الزيادات الخاصة بالمرتبات والمعاشات اللي هي كانت بتبقى مقررة كل سنة تطبق اعتبارا من 1/7 تقديرا للظروف الاستثنائية هذا العام، تقرر تفكير التطبيق لتطبق اعتبارا من 1/4 وليس 1/7. فيبقى يعني ده أول قرار متعلق بمظلة حماية للمواطن. بالضبط كده، ده طبعا بيمثل إحدى مظلات الحماية، علشان بدل ما المواطن لسه كان هتجيله الزيادة كمان 3 شهور من الآن، لا ده هيبتدي ياخد هذه الزيادات اعتبارا من 1/4. طبعا ده له تكلفة على الحكومة، هتتحملها الحكومة 8 مليار بالنسبة للمرتبات و8 زيهم بالنسبة للمعاشات، لكن زي ما وعدنا دايما وزي ما قلنا الحكومة تتحمل والدولة تتحمل يعني أكبر قدر ممكن نيابة عن المواطن. إذن هستأذن سيادة السفير فبين قوسين إذا سمحت لي هقول إنه عمليا الحكومة بالطريقة دي قررت تضخ 16 مليار جنيه مصري في جيوب المواطن المصري عشان يقدر يتعامل مع هذه الأزمة الحالية. تمام، أضيف على ذلك ال 16 مليار جنيه دول 3 شهور فقط اللي هم بتوع من 1/4 إلى 1/7. عظيم. طبعا الموضوع هيستمر بعد 1/7، لكن أيوه. قصدي مش التكلفة لا تغطي السنة بأكملها طبعا، ده ال 16 مليار جنيه دول 3 أشهر تكلفة التبكير، تكلفة تبكير التطبيق من 1/7 إلى 1/4. عظيم.